وأطلب العفو من كل أبناء الوطن رجالا ونساء. إذا كان هناك حصل قصور أثناء فترة ولايتي 33 سنة، فأطلب السمحة والاعتذار من كل المواطنين اليمنيين واليمنيات. لا حصانة لا ضمانة، لا حصانة لا ضمانة، نتحاكم صالح وأحوانا، نتحاكم صالح وأحوانا. الأيام ما تتغير، فنرجع لك السكر، من مبارك خذ عقر، وما صيرك مثل معمار، وما صيرك مثل معمار. هؤلاء الشباب في الساحات اليوم يحتفلون بخروجي، ولكنهم يتعهدون دماء الشهداء بأنهم سيلاحقونه ولو ذهب أو غطس في البحر أو صعد السماء أو ذهب إلى آخر الدنيا. علي عبد الله صالح كان عنده دم أكثر من هذه المعارضة واعتذر، ولكن نقول له أنه لا زال في ذمته دماء ولا زال في ذمته أموال نهبت، لن نقبل إلا أن يساءل ويحاسب، وإذا أراد من أصحاب هذه الدماء أن يعفو عنه فنحن معهم، نحن مع العفو. حرية حرية من صنعاء لسوريا، حرية حرية من صنعاء لسوريا، من صنعاء لسوريا. شباب الثورة مؤمنين كل الإيمان أنهم لن يرتفعوا من الساحات حتى تتحقق كل أهدافهم التي خرجوا من أجلها والتي ضحى شهداءنا في سبيلها، وهو إسقاط النظام وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على العدل والمساواة والحرية والشراكة الحقيقية. رحيل علي عبد الله صالح بالنسبة لنا بالساحات منذ سنة كاملة يعتبر لنا نصر كبير، فسوف نواصل مسيرتنا وسوف نواصل اعتصامنا حتى يرحل بقية بقايا النظام بأكمله. جمعة اليوم جمعة المصالحة والمصارحة تأتي في بعد الدعوة التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية الشعب اليمني في الداخل والخارج إلى نسيان الماضي المرير وفتح صفحة جديدة وتفضيل المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبار. يقول لا يهمنا يغادر ما يغادرش، نحن باقون في ساحاتنا وميادينا حتى نحقق كامل أهداف ثورتنا. يا عالم من سبق الدم، يا عالم من سبق الدم، لازم يتحاكم، لازم يتحاكم. خروج علي عبد الله صالح من البلاد، خروج القاعده، خروج الارهاب، خروج الظلم، خروج الاستبداد، خروج الحروب الطائفيه والفتن. لقد مزق صالح هذا البلاد الى اجزاء، جعل من هذا البلد ثارات قبليه مناطقيه عنصريه تفرقه بين ابناء البلد الواحد. اذا الرئيس صالح يطلب الصفح والغفران، والشعب يطالب بعدم الحصانه للرئيس، يعني وصفته بالديكتاتور المتزمت. الرجل يطلب الغفران يعني في مشهد للمرة الأولى في حياته، يعني يقف طالبا يعني يعي أنه أمام شعب عظيم هو الشعب اليمني ويطلب منه العفو. لكن أنا إذا سمحت لي أريد أن أواصل في الكلام الذي تفضل به الأستاذ أبو بكر، يعني في قضية سلمية الثورة. الحقيقة أنه أحد العوامل الرئيسية في سلمية الثورة اليمنية أنه اليمنيين ملوا الحروب. نحن شعب يعني بسياسينا قبل المواطنين العاديين خاضوا الكثير من الحروب. يعني منذ أن عرفت نفسي ونحن نخرج من حرب لندخل في حرب أخرى. وبالتالي الناس في اليمن توصلوا إلى قناعة أن الحروب لم تعد حل ولم تجدي وملينا الحروب، ولذلك كانت هذه السلمية في هذه الثورة أن المزاج العام لدى اليمنيين أنه لا حرب بعد الآن. جيد، دعني أعود بك أستاذ علي الذكري إلى عام 93، ولعله واحد من الأعوام أيضا المفصلية في إذا أردنا أن نقرأ تاريخ اليمن ونستمد منه ما يحدث الآن. في ذلك العام جرت انتخابات، ووصفها حتى اليمنيون بأنها كانت واحدة من أنزه الانتخابات، انتخابات نزيهة وشفافة، وكان في ذلك الوقت المؤتمر الشعبي والاشتراكيين في إطار تقاسم السلطة التي وحدت اليمن في ذلك التاريخ. ما هي برأيك يعني أبرز التغيرات التي أحدثتها هذه الانتخابات في ذلك التاريخ؟ الحقيقة أنه هذه الانتخابات جاءت
كاستحقاق للتعددية السياسية التي أعلن عنها ولو شكليا في اتفاقية الوحدة، أنه يعني توحدت اليمن على قاعدة التعددية السياسية والحزبية، وسمح للأحزاب في أن تعبر عن نفسها والجماعات المختلفة بشكل أحزاب وقوى سياسية. وجاء الاستحقاق البرلماني في عام 93 لينهي مرحلة الانتقالية الأولى من الوحدة، لأن بعد الوحدة اتضح بعد هذه الانتخابات أنه شريكي الوحدة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي لم يتحدوا بالمعنى الاندماجي الحقيقي لهذه الكلمة، وإنما كان هناك اتفاق سياسي على التقاسم والسلطة والجيش، وظل لدينا جيشين وسلطتين موجودة في صنعاء وهكذا. جاءت انتخابات 93 التي بالفعل كانت أنزه انتخابات عرفتها اليمن حتى الآن، وأسفرت عن وجود طرف ثالث، وليس فقط الطرف الثالث بل هو الطرف الثاني وهو حزب التجمع اليمني للإصلاح. فكانت البرلمان تشكل من القوة الرئيسية لحزب المؤتمر الشعبي العام، يليه في نسبة الأعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح، ثم من بعده جاء الحزب الاشتراكي وبقية الأحزاب التي حصلت على التجمع اليمني للإصلاح. يعني ما هو التيار الذي يقود هذا الحزب؟ الإسلاميين. فهنا حصلت الإشكالية الرئيسية، أن الجماعة كانوا متفقين على القسمة على اثنين، فصار لابد أن يقسموا على ثلاثة. طيب هذه القسمة على ثلاثة من حصة من؟ المؤتمر الشعبي العام وعلي عبد الله صالح يقول أنا لدي أكثر الأصوات وبالتالي لا يمكن أن أتخلى عن الشيء الكثير، المفروض أن من يقدم أو تخصم من حصته هو الحزب الاشتراكي، يعني باعتباره جاء ثالثا. هذا الكلام وإن لم يعلن ولكنه مورس واقعا، وهو بالفعل عمليا هو الذي من هذه الفترة والخلاف على التقاسم ومن حصة من نعطي للإصلاح، تم دخلت البلاد في الأزمة الجديدة والتي استمرت حتى 94 وانتهت بتلك النهاية المأساوية وحرب 94 التي عمقت جراح اليمنيين بشكل غير مسبوق وخلقت جرحا غائرا في اليمن. للأسف الشديد حتى بعد أن آلت الأمور إلى علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام ومن ساندهم في تلك الحرب الإصلاح، لم يستطع أو لم تكن لدى هذا النظام ولدى علي عبد الله صالح الجدية التامة في معالجة نتائج هذه الأزمة، وإنما تعامل المغرور المنتصر، ولم يدرك أن الذي انتصر ليس هو وإنما انتصر الناس لأنهم كانوا غير قابلين بالانفصال، وأن المشروع الذي تقدم به عاصم البيض كان مرفوضا من الجنوبيين قبل أن يكون مرفوضين، ولكنه لم يدرك هذه الحقيقة وظل يتعامل مع الجنوبيين باعتباره منتصرا، فقادتنا هذه العنجهية في التعامل مع اليمن ومع الدولة عموما إلى ما وصلنا إليه. جيد. أستاذ أبو بكر باذيب في القاهرة، يعني أود الحديث عن الأوضاع الاقتصادية تحديدا في اليمن، إلى أي مدى هي أسهمت في اندلاع هذه الثورة؟ كيف هو حال اليمنيين على المستوى الاقتصادي؟ هل هذه هي مقدرات الدولة وبالتالي النظام ليس لديه المقدرة على استحداث يعني أدوات جديدة، أم أنها كانت إدارة أو أزمة إدارة لهذه الموارد ومن ثم للشعب اليمني مقدراته وموارده؟ يمكنني أن أعطي بس نبذة تاريخية إلى عام 2006 فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك. في عام 2006 كانت الانتخابات الرئاسية التي كان فيها الرئيس اليمني مقابل مرشح أحزاب لقاء المشترك، وفي عام 2006 أقيم في لندن مؤتمر المانحين الذي أقر حوالي 4.5 مليار دولار منح لليمن، والتي بعدها بسنوات تشكل ما يسمى أصدقاء اليمن. وخلال الفترة هذه كان المشروع الذي انتهجه علي عبد الله صالح وحزبه، وهو المضي قدما في مشروع التوريث تعديل الدستور ومد فترة رئيس الجمهورية حتى يتم التهيئة للدستور وبالتالي يتم التهيئة للتوريث. خلال هذه الفترة لم يستطيع علي عبد الله صالح وحكومته لم تمتلك الإرادة السياسية الكاملة حتى تستطيع أن تنفذ ما جاءت في أدبيات مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن.
وبالتالي لم تصل الى يعني لم تصل الى يعني الى الحكومه اليمنيه الا الشيء اليسير جدا من هذه المبالغ التي كانت مرصوده والتي كانت بانتظار فقط بعض الاصلاحات الاقتصاديه التي تستطيع من خلالها احتواء هذه المبالغ. وبالتالي خلال هذه الفتره ارتفع معدل التضخم وارتفعت نسبه البطاله وارتفعت وبدا يعني بدات حاله من تنفير الاستثمار الموجود في اليمن. هذا كله ادى او انعكس على المواطن البسيط الذي لم يستطيع ان يعني لم يستطيع ان يؤهل نفسه لكي يحصل على وظيفه، خريج الجامعه لم يستطيع ان يكمل يعني طموحه في الحصول على وظيفه وبالتالي استكمال حياته المعيشيه، هذا كله تراكم على هذه الحكومه التي كانت تملك في اعتقادي الشخصي برامج اقتصاديه علميه وعمليه قادره على انها تنهض باليمن، الا ان هذه الحكومه الاخيره لم تكن لديها الاراده السياسيه التي من خلالها كانت يمكن ان تقوم بتنفيذ الادبيات التي اتفقت عليها مع مانحين واتفقوا عليها مع الاقليم، وبالتالي تراكمت هذه العثرات الاقتصاديه الى ان وصل بحال المواطن اليمني الى حال اقتصادي سيء. ساهمت ايضا ساهم العام الماضي خلال ايام عام 2010 ساهم ايضا في تعميق الجراحه الاقتصاديه للمواطن اليمني الذي كان في الاساس لديه اثار سلبيه اقتصاديه سيئه ووصل الى ما وصل اليه من حال اقتصادي سيء تمر به اليمن حكومه وشعبا. نعم استاذ علي الذكري، يعني المؤتمر الشعبي الحاكم في دعونا نسميه الحاكم حتى تاريخ الاستحقاق الرئاسي هو لم يعد حاكما يعني هو موجود. انا لا ادري هل الشعب يطالب يعني واحده من الملاحظات ان الشعب اليمني طالب باسقاط ورحيل الرئيس لم يطالب باسقاط النظام بدليل ان المؤتمر الشعبي موجود الان عبد الهادي منصور المرشح الرئاسي الاكثر توافقا في اليمن هو من هذا المؤتمر. يعني أود أن أتحدث في هذه النقطة، هل الشعب اليمني لا يطلب إسقاط النظام؟ إذا سمحت لي أنا أريد أن أعود إلى الأزمة المشكلة الاقتصادية. الحقيقة أنه ما طرحه الأستاذ أبو بكر هو قراءة ظاهرية لمظاهر الأزمة في اليمن، لكن حقيقة الأزمة والأزمة الاقتصادية في اليمن أنه ليست القضية قضية ليس هناك موارد أو ليس هناك إمكانيات، القضية الرئيسية أن هناك منهجية تفقير وتجويع للشعب اليمني وتجيير كل الثروة إلى جهة هذه العائلة، فتحولت يعني الوكالات التجارية سيطر عليها أبناء العائلة، الشركات الكبيرة سيطر، حتى المؤسسة الهيئة العامة للاستثمار تحولت إلى يد ابن الرئيس، وموارد البلد كلها يعني تجيرت لصالح هذا النظام ولم تجير لصالح البلد. وهنا حقيقة الأزمة الاقتصادية في اليمن، أنه يعني تتخيل أنه ميزانية النفط لا أحد يعلم عنها، أنا منذ أن استخرج النفط في اليمن في 86 ونحن نسمع أن إنتاج اليمن من النفط 360 ألف برميل في اليوم وظل حتى الآن يتناقص، مع أنه كل يوم وكل شهر هناك إعلان عن افتتاح وتدشين حقول نفط جديدة وغاز جديد، لكن هذه الأشياء لم تكن تنعكس في الميزانية ولم يكن يراد لها. علي عبد الله صالح كان يعتقد عن قناعة شخصية أنه لا يستطيع أن يحكم إلا بلدا فقيرا وجائعا، لا يستطيع أن يحكم بلدا قويا ومتعلما، وبالتالي ظل يعمل على تفقير اليمن بكل الطرق ويركز الثروة بأيدي قلة هم المحيطين به والمنتفعين من النظام. هذا حقيقة الأزمة اليمنية والاقتصادية تحديدا. أما فيما يخص سؤالك، اليمنيون من الأساس لم يطالبوا باكتثاث أي كان من اليمن أي قوة سياسية، وهذا ربما ميزة لليمنيين. نحن أردنا أن اليمن أن نخرج هذه اليمن من أن تكون يمن لعائلة علي عبد الصالح ولي عبد الصالح لأن تكون يمن لليمنيين جميعا. حزب المؤتمر الشعبي العام نحن كنا نعلم يقينا أنه كحزب المؤتمر الشعبي لم يكن يحكم كحزب، وإنما كان هو وسيلة من وسائل تنفيذ سياسة العائلة. وبالتالي في بداية الثورة شهدنا أن القوى الحية والمؤثرة داخل المؤتمر الشعبي العام تركته، لأنهم كانوا يعلموا يقينا أنه بالفعل نحن لا نحكم، لسنا حزب حاكم، يعني البلد تنتهك حرماتها ثرواتها باسمنا، وبينما الذي يدير كل شيء هو العائلة وليس نحن. ولذلك الناس في اليمن والقوى السياسية
لم يطالبوا باكتتاث أيا كان. نحن الآن نسعى إلى أن يكون اليمن لكل اليمنيين بما فيهم المؤتمر الشعبي العام، بما فيهم الحوثيين، بما فيهم القاعدة، بكل القوى السياسية والحراك الجنوبي، لكن علينا جميعا أن نجلس إلى طاولة سواء وأن نصل إلى آلية ومرجعية دستورية لحكم اليمن. وهذا هو يعني خيط النجاة بالنسبة لليمنيين. عبد ربه منصور هادي، الناس في اليمن يعلمون تماما أنه ظل طوال 20 عاما أو لست أدري من أو أقل من ذلك.